هننتقل الآن لسيارة زوتي السيدان اللي موجودة في المعرض، هي الزوتي زد 560. المحرك 1500 تربو 147 هورس باور عند 6000 اقصى عزم نيوتن متر 200 نيوتن متر عند عدد لفات موتور 4400 بيديك اداء متوسط. تكنولوجيا المحرك اي في في تي، نسبه انضغاط كومبريشن ريشيو 9.5:1، ونظام نقل حركه سي في تي من الفتيس الموفر للوقود ولكن مناسب اكتر للسيارات العائليه مش السيارات السبورتي اللي انا عاوز اخد منها برفورمس. نظام التعليق الامامي ماكفرسون والخلفي تورشن بيم، تورشن بيم سيمي يعني شبه مستقل تورشن بيم. توجيه عجله القياده الكهربي، جنود 17، طول العربيه 4.75 متر، عرضها 1.81 متر، ارتفاعها 1.49 متر، قاعده العجلات 2.75 متر، اقصى ارتفاع عن الارض للعربيه 15 سم 9، يعني حوالي 16 سم، ارتفاع معقول ومناسب للكره المصريه. وزن العربيه 1415. الفرامل الاماميه والخلفيه ديسك كروسيه، وانظمه الامان اي بي اس اي بي دي سي بي دي، نظام التحكم بالثبات الالكتروني اي سي اس، ونظام التحكم في الجر تي سي اس، وفي 2 ارباج للسائق والراكب الامامي، وفي مانع اداره المحرك بدون مفتاح الموبلايزر، وفي محدد سرعه بالاضافه لمثبت السرعه، وفي اضاءه نهاريه ال اي دي دي ار ال، وفوانيس شبوره اماميه وخلفيه، وحساسات مطر، والزجاج الخلفي مزور، مفتاح ذكي بصمه محرك، وشاحن لاسلكي المحمول وايرلس تشارجر. ناخد جوله حوالين العربيه كده من الامام. ادي شكل العربيه من الامام اهو، الزوتي زد 560، اعلى عربيه في سيدان. المقدمه عاديه، فيها نواحي جماليه، تطعيمات الكروم الافقيه اللي تحيط بعلامه زوتي من اليمين ومن الشمال، والدي لايت فوق كشاف الشبوره، وكشاف الشبوره اللي موجود تحت في الاصطدام. الفوانيس صغيره ضيقه مسحوبه شبيهه بفوانيس تويوتا، او اشكال الفوانيس بقت قريبه من بعضيها في كثير من السيارات. الجنود زي ما قلنا 17 انش، ومكتوب هنا علامه التربو في الرفرف الامامي، وادي المرايات، المرايات كهرباء لون العربيه، وفيها اشارات مرايات جانبيه ومرايات ضم. وبعد كده المقابض الاماميه بلون السياره وليست كروم، وفيها زر البصمه، في تطعيمات كروم حوالين داير ما يدور
الزجاج او داير ما يدور زجاج الابواب، قابض الابواب الخلفيه ما فيهاش بصمه، بتفتح بالسنتر من الداخل فقط. وبعدين هنا رفرف عادي ما فيهوش اي نواحي جماليه يعني. شكل العربية من الخلف بصفة عامة مستوحى بالكامل من هيونداي إلانترا. وهنا علامة زوتي زد 560، حساسات خلفية، وفي تحت تطعيم زي بادي كيت كروم جميل الشكل حقيقة، بطول الدعامة الخلفية أو الاصطدام الخلفي للسيارة. الخلفية أو العربية من الخلف شبيهة بالكيا سيراتو وشبيهة بالهيونداي إلانترا، يعني شكل مستوحى من السيارات الهيونداي. جنود 17 نبتدي ندخل على الصالون من جوه. شكل الصالون من الداخل للسيارة يبدو ان الدخول رحب. هندخل جوه العربية ونستعرض المواصفات الداخلية. الكرسي يعني كان محتاج يعرض شوية بس مريح عن البريليانس. كونسول بصفة عامة كلاسيك ما عدا بعض التطعيمات اللي هي البيانو بلاك اللي موجودة في النص. كل حاجة في متناول ايدك. الكونسول الوسطي اللي بيقسم العربية من قدام وبيعزل السواق عن اللي جالس جنبه، وده حقيقة احلى ديزاين في العربيات اتعمل حتى الان. ده شكل التابلو الداخلي، علامة زوتي في دريكسيون، دريكسيون صغير الحجم كاملة محاط بالجلد. هنا الكنترول في الكاسيت، وهنا الكنترول في مثبت السرعة. الأبواب بتاعتنا تبطين متوسط، التابلو نوعا ما يميل إلى البلاستيكات شوية. تبطين الباب كويس زي اللي شفناه في العربيات الزوتي الأخرى، إنما تبطين في التابلو بلاستيكات حقيقة يعني. الأبواب بتاعتنا فيها فقط زهراني التحكم في الزجاج، وهنا التحكم في المرايات بيبقى من جنب الدريكسيون تحت شمال في التابلو، والتحكم في الإضاءة الأمامية تعليتها وتوطيتها وفتح الشنطة. ده شكل العدادات، شكل رياضي مميز، وفتحات التهوية بتاعت التكييف وضعها مناسب جدا بعيد عن اليد عشان ما يسقعش الإيد جامد ويبقى موجه للجسم أو للوجه بتاع السائق. هنا كاست عادي من غير سي دي، فقط في يو اس بي. وهنا زراير الكاست، تحكمات الكاست كلها والراديو. وهنا التكييف عبارة عن زراير بالإضافة لبكر. هنا في وايرلس تشارجر، الهاند بريك كهرباء، وادي الاوتوماتيك بتاع الهاند بريك تشغيل او عدم تشغيل. الفتيس بتاعنا في ستيبترونيك، الانديكيشن بتاعه تحت مش فوق رغم ان هو مطعم بالكروم، وفي النص في بيانو بلاك. وفي هنا 2 كاب هولدر ومكان صغير لوضع الكوينز. المسند ارتفاعه واطي شوية، مش مناسب يعني، لانه كان المفروض يعلى اكتر كده شوية. مساحة تخزين بسيطة مش كبيرة، ومخرج 12 فولت. وهنا الفلاشر بتاع السيارة، شكل الفلاشر في التابلو. لما نفتح الباب يبقى شكل العدادات زي ما هو ظاهر قصادنا.
دلوقتي. الار بي ام شمال، اقصى سرعه للسياره 220، وفي النص لوحه البيانات. ليه نور الصالون نور ابيض، وما فيش جراب نظاره، يعني فتحه سقف صغيره، صبانه روميه. انا قاعد مستريح، الكرسي محتويني تماما. الكرسي جلد ولكنه مش جلد كواليتي عاليه قوي، لكن جلد كويس، لونه حلو، يعني لونه بيج. الطابلوه بصفه عامه بيج في اسود. مساحه الشنطه غويطه، يعني ممكن الساعه اللتريه بتاعتها تبقى كبيره، تصل ل 400 لتر، لكن العيب هنا شفت التحميل عاليه، تتعب شويه في التحميل، والجزء اللي هو الخلوص بتاع ادخال شيء في الشنطه صغير، يعني ممكن نشوفه كده بايدينا، نحط مثلا شبرين ونص اللي هو الخلوص، خلوص دخول الاشياء. ده مكان الاستبن والعده، مفيش اماكن تخزين اخرى جنب الاستبن. زي ما قلنا في حساسات ركن خلفي، مفيش كاميرا خلفيه، كان الاستبن مفيش اماكن تخزين فيه. الدخول في المقعد الخلفي سلس ومريح. العربيه رغم ان انا مرجع كرسي الامامي وقاعد مستريح، العربية بتديك مساحة هنا ما يقرب من 20 سنتي. القعدة ورا مريحة، تاخد 3 أشخاص، مستريح، وهنا مفيش نفق فتيس، مخرج واحد يو اس بي ومخرج 12 فولت، وللأسف مفيش تكييف، فتحات تهوية، تكييف خلفي، هنا مجرد علبة بتخزن فيها كوينز أو كذا، مكان تخزين. وبعدين هنا 3 مساند، نفتح معانا في الكنبة الخلفية 2 مكان لكاب هولدر، وفي هنا مكان تقدر تفتح منه تتناول أي شيء موجود في الشنطة الخلفية. في السماعات الخلفية اللي موجودة في الباب وعليها علامة زوتي. في هنا مكان تخزين 4 سبيكرز فقط في الأبواب. بس ده بيختم جولتنا للزوتي Z560، عربية سيدان اللي تمنها 290 ألف. مش هفكركم باللايك وشير الفيديو في كل مكان، والتعليقات تحت الفيديو، والسبسكرايب اللي ما اشتركش، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد حين اصداره. دمتم في امان الله.